في القداس بيبتدي القداس بايه؟ اين هي عقولكم او ارفعوا قلوبكم، فيجيب الجميع هي عند الرب. كده هنصلي، لانه مش هينفع نعمل الصلاه القداس والعقول ليست عند الرب. ما الذي يجعل قلبي ليس عند الرب او ويجعل افكاري مشتته يمين وشمال؟ نمرة واحد، الاهتمامات. مرتبك انا باشياء كثيره، ورايا مسؤوليات وعليا مصاريف واحتياجات ومش عارف واشياء، ففي اشياء كثيره اهتمامات بتستولي على عقلي. لا شعوريا الاقي نفسي فكري مشتت. جميل. اول حاجه تعملها، وده برضو كنت بعمله في شبابي، وهي انه اجي اصلي الاقي فكري مشتت، اوقف الصلاه واشوف انا مشغول بايه، فكري مشتت في ايه، وامسك المواضيع اللي شتتت فكري واحولها الى صلاه، احطها قدام الرب لغايه ما ارتاح من التشتيت والعبء بتاعها، اسلمها في ايد المسيح وارتاح منها، خلاص ابتدي اصلي. الحاجه الثانيه هي انه ما الذي يجعل الفكر يتشتت؟ ان القلب رايح ل يعني حاجه بتشده. يعني ايه حاجه بتشده؟ يعني دلوقتي انا فكري بيروح على طول للخوف، انا خرجت ونسيت الاكل على البوتاجاز، والبوتاجاز الاكل اتحرق وفي حرق قامت في البيت، يا ترى حصل ايه؟ افكار. ده بيقول ايه؟ بيقول انه تأثير الخوف عندي عالي. نموذج تاني، انا قاعد الافكار بتاعتي تسرح في ان انا كبير وعظيم، وانني صرت غنيا او صرت قديسا الى اخر الكلام. ده بيقول ايه؟ ده بيقول انه الروح الكبرياء، ارتفاع القلب شغال في حياتي. طيب، يبقى انا من تحليلي لنوعية الأفكار التي أذهب إليها سأصل للحل، أن أنا عايز أصلي بتوبة من أجل الخوف إذا كانت المشكلة هي الخوف، أو أصلي بتوبة من أجل الكبرياء إذا كانت المشكلة هي الكبرياء في المثال الثاني. هذه الإجابة المختصرة مبدئيا لغاية ما نروح لدرس كبير اللي هناخده عن الأفكار.